امبارح بقى بعد التواجد قدام سيادة الرئيس وشكل من اشكال التكريم وفي الفيلم ده، اعتقد هيفتح عليك منابر جديده تقدر توسع من مشروعك. ممكن يبقى فيه تواجد او يعني عايز اقول تعاون ما بين الحكومه وما بينك، فالمشروع يكبر اكتر. هل دي اهدافك اللي جايه؟ انا هقول لك حاجه، موضوع التواجد الاعلامي انا يعني ربنا بيسخر ناس اللي ممكن لاهدافك دون ان تشعر يعني. تمام. فانا في المشروع ده بالتحديد ووجودي اصلا في الميديا في العاصمه، في حد مهم جدا لا استطيع ان اغفله ابدا، اسمه الدكتور محمد فتحي. تمام. طبعا دكتور محمد فتحي على مستويين مهمين جدا، هو رئيس مجلس امناء مؤسسه اسمعونا معروفه طبعًا. جدا. تمام. انا في مؤسسات كتير جدا رسميه وغير رسميه انا كنت بخبط على الباب وباخد وقت عشان اشرح انا بعمل ايه وبعمل ايه وبعمل ايه ومحتاج ايه، وغالبا غالبا غالبا كان الابواب بتتقفل يعني. تمام. الدكتور محمد فتحي من الناس اللي هو اللي جه خبط عليك. انا اتفاجئت في يوم ان في حلقه في الراديو كان بيكتب هو حاجه اسمها كلمتين وبس، اللي هو كان استكمالا لاستاذ فاضل المهندس، كان بيكتبها دكتور محمد. انا عارفه موضوع شخص، هو نفس مدرستك كده من العطاء ومن الاخلاص وناحيه العلم تحديدا. انا لسه هقول لك حاجه كمان. فدكتور محمد فتحي انا في يوم قاعد لقيت في حلقه مرفوعه على اليوتيوب او على النت، ان معمول عني حلقه كامله على المشروع بتاعي دون ان يكون لي بينه وبينه اي علاقه. شويه انا كنت عامل تجربه مهمه جدا في الشرقيه، انا جبت ولاد لم يعني ما فيش فيهم حد ماسك كتاب في حياته قبل كده، تجربه بكري جدا، 25 طفل عملت معاهم قراءه ل 65 كتاب في اقل من سنه، ودخلت بيهم مسابقه دوليه اسمها تحدي القراءه العربي، وخدوا مراكز اولى وثانيه على الجمهوريه. يعني تجربه كان بالنسبه لي انجاز. لقيت برضو الدكتور محمد فتحي من مجرد بوست بيكلمني انا اعمل لك حلقه في قناه كذا. تمام. امبارح انا اتفاجئت الدكتور محمد فتحي قاعد جنبي جاي يحضر المؤتمر، واحنا خارجين ميل عليا وقال لي الدكتوره غاديه والي هي اللي رشحتك الله، هي اللي رشحتك للفيلم، وهي اللي رشحتك انك تكون موجود في الفيلم بتاع بطل كل يوم. الله. فموجود موضوع التواجد الاعلامي، انا زي ما قلت لك ربنا سخر لي ايادي طبعا. دون ان احاول ان ازرع هذه الايادي، هي طلعت لوحدها. تمام. زي الفريق بتاعي، الفريق اتكون كده، انا ببقى قاعد يجينا حد مستر هيثم انا كنت طالب عندك في كذا 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 وانا مهتم بالسوشيال ميديا، ممكن اعمل بيج. طب زي الفل. مستر هيثم انا كنت طالب عندك ودلوقتي بدرس في القاهره، انا ممكن اكون الوسيط بينك وبين الناس اللي بتتبرع بكتب. هو اللي انت بتقوله ده بالظبط قانون الكون الاول، القانون الجذب. انت نويت واشتغلت على نيتك وكل حاجه اتسخرت لك بعد.